وملي فاهم اكثر غادي نخدمو هاد التمرين التطبيقي التالي. كيقول لك انديكي بور شاك موليكيل ريبريزونتي سيركيغال ولا اكيغال. ننتقل الان للتمرين التطبيقي. التمرين التطبيقي ننتقل الان للمثال الاول. فالمثال الاول انا كنلاحظ واحد الكربون بوسيد دو كربون دو سبستيون ايدونتيك. دونك هنا لاحظتوا انا واحد القضيه هي باد كربون اسيمتريك. بما انه باد كربون اسيمتريك دونك الملاحظه اللي غادي نستنتجو في هذه القضيه دونك سيتا كومبوزي اكيرال. دونك سيتا كومبوزي اكيرال صافي. طبق هذوك الخاصيات غاتفهم. ننتقل للمثال الثاني. هنا عندنا هاد لي سبستيون ايدونتيك وهنا كنلاحظوا انه لي سبستيون ديفيرون. عندنا ان كربون اسيمتريك اللي هو هذا دونك سيت ان كومبوزي كيرال. كنلاحظوا في هذا المثال با كربون اسيمتريك هنا الكربون دو دو سي ايدونتيك اللي هو سي اش 3 سي اش 3 دونك سيت ان كومبوزي ماذا اكيرال. اوكي ننتقل لهذا المركب. هذا اشنو كتلاحظوا في هذه الحاله؟ كنلاحظوا ان هذا الكربون سيت الكربون اسيمتريك عنده 3 سبسيت 4 سبسيت ديفيرون. هذا الاول مختلف على هذا عندنا سي اش 3 عندنا الهيدروجين اللي ما كيبانش. دونك هنا عندنا ماذا ان كربون اسيمتريك دونك في هذه الحاله سي كيغال. دونك ملي كتعرفوا دوك الخاصيات كيجيكم هادشي ساهل. ننتقلوا للمثال. ف اشنو كتلاحظوا في هذه الحاله؟ عندنا دو كربون اسيمتريك اللي هما هادو افيك دي سبستيون هذا ديفيرون. عندنا 1 2 عندنا الكربون اسيمتريك في البوزيسيون 2 اي في البوزيسيون 3 كاين ولا لا؟ بما انه ديفيرون دونك سي ماذا؟ شنو قلنا؟ سي كومبون في هاد الحالة كربون سي تان موليكيل كيغال. ننتقلو للمثال. هنا هاد الكربون اسيمتريك بوسيد واحد 4 ديال لي سبستيون ديفيرون. دونك هنا ان كربون اسيمتريك دونك هنا في هاد الحالة سي كومبوز سي تان موليكيل كيغال. ننتقلو للمثال. ردوا معايا البال. كنلاحظوا انه في هذه الحاله عندنا غير دو كربون اسيمتريك اللي هو هذا وهذا. هذا راه ماشي كربون اسيمتريك. علاش؟ حيت هذا السبستيون ديالو بحالو بحال هذا. دونك هنا دو سبستيون ايدونتيك. دونك هنا عندنا دو كربون اسيمتريك مي افيك دي سبستيون هذا هذا الشيء اللي عنده بحال اللي كاين عند هذا افيك دي سبستيون ايدونتيك. في هذه الحاله شنو كنديرو؟ خصني ديتيرميني لا كونفيغوراسيون. اوكي دونك هذا فإلا بديت من هنا في لانيميغوتاسيون بحال بديت من هنا راه بحال بحال. اوكي غنشوف الاول. ف لانيميغوتاسيون غتكون على هذا الشكل. نتابعو معايا مزيان. ففي الحالة الأولى عندنا أن عندنا دو عندنا تخوا أن دو تخوا واحد جوج تلاتة سي لا كونفيغوراسيون أر. اوكي بما أنه أش أون أفون دونك سي إس. دونك أن دو عندنا دونك أنا دو إس مزيان 1 2 3 4 la position 4 on a 1 on a 2 on a 3 1 2 3 c'est la configuration S ou bien on a H en avant donc c'est R. شنو كتلاحظوا في هذه الحاله 2 S 4 R يلا اش كتسمى في هذه الحاله؟ فورم ميزون. عندنا هنا فورم شرحتها في الدرس. عندنا فورم ميزون عندنا اختلاف لا كونفيغوراسيون يعني فورم ميزون يعني هاد القرا ليماج ديالو هو بحال لقيتها بهذا الشكل. اوكي دونك في هذه الحاله سي اكيغال. نمشي لهذا المثال راه بحالو نيت بحال هذا. دونك نفس دونك عندنا دو كربون اسيمتريك افيك دي سبستيتيون ايدونتيك. دونك هنا غادي تيرميني لا كونفيغوراسيون الاولى راه بحالو. دونك هنا غتبقى 2S. ثانية كاين اختلاف بين لاغيغ لافون. لاغيغ كانت ار دونك في لافون غتولي اس دونك 4 اس 4 عفوا اس. بما انه 2 اس 4 اس دونك سي ان كومبوزي سي بيربوزابل دونك في هاد الحالة سي كومبوزي كيغال.
إذا في هذه الحالة عندنا دو كربون سيميتريك، عندنا دو كربون سيميتريك، عندنا دو كربون سيميتريك افيك دي سيبستيتيون ايدونتيك، اللي هو عندنا دو كربون سيميتريك بوزيسيون 1 2 2، سواء بديت من هنا بديت من هنا بحال بحال، كل شي كربون عنده دي سيبستيتيون ايدونتيك. مزيان مزيان. اذا في هذه الحالة اشنو غندير؟ نديتيرميني لا كونفيغوراسيون. طبعا في الاول غادي يكون عندي الاول هو هذا، شنو غادي يكون فيهم الاول؟ طبعا غادي يكون هذا، علاش هذا الكربون هذا عنده سي سي اش، هذا عنده اش اش اش، هذا عنده سي دو سي اش اش، دونك هذا هو الاول 1، هذا 2، هذا 3، 1 2 3 سي لا كونفيغوراسيون ار اش اون افون، دونك سي ار، دونك هنا عندنا ان ار. نمشيو لهنا، عندنا الاول هو هذا، الثاني هو هذا، الثالث هو هذا، 1 2 3 سي لا كونفيغوراسيون اس، وبما ان اش اون افون دونك سي ار، دونك 2 ار. بما انه عندنا سي تان ايماج نو سوبرپوزابل دونك سي كيرال، دونك هاد لا موليكيل كيرال. نمشيو للمثال التالي، عندنا كذلك دو كربون سيميتريك افيك دي سيبستيتيون ايدونتيك، طبعا عندنا الكربون عندو سيبستيتيون بحال هاد الكربون، اوكي، اللي هو عندنا في الكربون سيميتريك من بوزيسيون 1 اي بوزيسيون 2. غادي نديتيرميني لا كونفيغوراسيون في هاد الحالة، دونك عندنا في الأول عندنا 1 هو الأول هذا، الثاني غادي يكون هو هذا، الثالث غادي يكون هذا، 1 2 3 سي لا كونفيغوراسيون ار اش اون افون دونك سي اس، دونك عندنا 1 اس. ثاني عندنا 1، عندنا 2، عندنا 3، 1 2 3 سي لا كونفيغوراسيون اس، بما انه اش اون افون دونك سي ار، دونك 2 ار. اشنو كتلاحظوا في هذه الحاله؟ فورم، هذا فورم ميزون، دونك سي كومبوزي اكيرال. بالنسبه لهذا المركب هذا، فكنلاحظوا انه عندنا دو كربون سيميتريك افيك دي سيبستيتيون، فهاد الكربون وهاد الكربون سيميتريك عندهم دي سيبستيتيون ايدونتيك، اوكي، 1 2 3 4 دونك لو ميم نوميروتاسيون، دونك هنا 1 2 هنا في الكربون بوزيسيون 2 اي بوزيسيون 3. هنا غادي نشوفو مدى لا كونفيغوراسيون. هنا في الحالة الأولى عندنا 1، عندنا 2، عندنا 3، 1 2 3 سي لا كونفيغوراسيون ار اش اون افون دونك سي ار، دونك هذا ار، دونك عندنا 2 ار، عندنا 1، عندنا 2، عندنا 3. C'est la configuration R, puis maintenant H en avant, donc c'est CS. Donc, il faut que nous avons la forme, madame, forme maison. Donc, on a la forme maison. Donc, c'est un composé acéral. Maintenant, là, nous avons la forme de la forme. C'est la configuration R. C'est la configuration. Puis maintenant, il y a un S. Donc, on a dit madame R. دونك انا بما انه دو كربون اسيمتريك دو سيبستيتيون ايدونتيك، لما الكربون 2 الى كربون 3 افيك لا كونفيغوراسيون اللي هي 2 r 3 r، دونك سي ان ايماج نو سوبرپوزاب، دونك سي ان كومبوزي كيرال، حيت هنا عندنا r او لا s راه كيرال. ننتقلو للمركبات اون فيشا، هنا تلاحظوا انه ما عندنا حتى كربون اسيمتريك، هنا عندنا سي 10 سي 10 سي 10 سي 10 باد كربون اسيمتريك، دونك في هاد الحالة سي اكيرال. نتاقلو المثال لهذا، هنا عندنا سي 10 سي 10 هنا باد كربون اسيمتريك، في هاد الحالة عندنا ان كربون اسيمتريك اللي هو هذا، لاحظتوها، دونك في هاد الحالة سي ان كومبوزي، هاد الكومبوزي راه كيرال. اوكي، هذا هو التالي. هنا كتلاحظوا انه هنا دو كربون سيميتريك، ها الاول الثاني افيك دي سيبستيتيون ديفيرون، طبعا انه الكربون الاول عنده او اش سي 10 اش، والكربون الثاني عنده البروم او اش سي 10، كاينه ولا لا؟
Donc, fait l'hala, c'est un composé chiral. داخل الميتان هنا عندنا دو كربون سيميتريك اللي هما الاول الثاني افيك دي سيبستيتيون ايدونتيك او اش او اش 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 سي اش 3 سي اش 3. هنا شنو غنشوفو؟ غنشوفو لا كونفيغوراسيون هنا 1 2 في لا كرب 2 اي 3 يلا ربطو مع البال. ففي الحل الاولى عندي 1 عندي 2 عندي 3 1 2 3 سي لا كونفيغوراسيون ار ماناو اش هوريزونتال دونك سي اس عندنا 2 اس ثاني 1 2 3 1 2 3 سي لا كونفيغوراسيون اس ماناو اش اون افون دونك سي ار دونك هنا 3 ار دونك هنا شنو كتلاحظوا هنا فورم هذا فورم ميزو دونك سي ان كومبوزي اكيرال c'est un composé akiral شي راه دابا ولا سهل اخر حاجه اخر درس واخر فقره ولا اخر مركب هنا كنلاحظوا ان الكربون الاول عنده اش البروم سي اش 3 دونك هنا هنا واحد الكربون سيميتري الثاني اللي عندنا الكربون سيميتري الثاني اللي عنده سي اش 3 سي اش 3 دونك في هذه الحاله عندنا غير واحد الكربون سيميتري اللي هو هذا بما انه ان كربون سيميتري دونك سي ان كومبوزي كيرال. دونك هذا هو درس اليوم اللي هو كنهضروا على لا كيراليتي وموعدنا مع درس اخر ان شاء الله. توفيق.